شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله وجدنا متاعنا عنده إنا لم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما غضبتم في يوسف فلا أبرم رئيس اللجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده حمد الشاكرين وأستغفر استغفار المذنبين. وآية القرآن الكريم. قبل ذلك أرحب بأبناء الطلبة وبنات أتوا ليكرموا وليتوجوا بهذا التتويج البسيط، التتويج الدنيوي بسيط مهما غلى ثمنه، وإنما التتويج الذي نحتاجه هو التتويج الأخروي عندما يلبسون أولياءهم التيجان، لأن قارئ القرآن حافظ كتاب الله عز وجل يلبس والديه تاج الكرامة يوم القيامة. هذا هو التكريم العظيم، هذا هو التكريم الذي نحتاج مراجعة ويزداد قراءة ويزداد حرصا على كتاب الله وهو مأجور على قراءته لكتاب الله، ومأجور على النظر في حروف القرآن فهو عبادة. النظر ليس كالذي ينظر إلى هو التطعيم للأخلاق. إذا كان التطعيم الصحي هو يمنع من دخول الفيروسات إلى الجسم، فالقرآن الكريم يمنع من أن تدخل إلى الجسم أو إلى العقل أو إلى الفؤاد كما سماه ربنا سبحانه وتعالى، أن تدخل إليه الصفات الذميمة وأن تدخل إليه الصفات أو الأخلاق الذميمة. فالقرآن يمنع ذلك لأنه بمثابة التطعيم الطبي. إذا كان هذا هو شأن القرآن الكريم، فعلينا أن نحرص على أبنائنا. وأنتم ترون وتلاحظون أن أكثر أو أن أعلى المعدلات وأكبر نسبة من المتفوقين في المدارس التربوية هم حفظ كتاب الله سبحانه. القرآن يزيد من التفوق، القرآن يزيد من الاجتهاد، ولذلك فنلتف حول كتاب الله عز وجل، فهو العاصم من كل الآفات وهو العاصم من كل الأخلاق السيئة بمثابة التطعيم كما ذكرت لكم. وهذا ديداننا، فعلينا أن نلتف حول أبنائنا ونقف عليهم ونرافقهم. وتعلمون أن نجاح أن نسبة أن الوالدين لهم نسبة أكثر من 80% في نجاح أبنائهم، إذا كانوا يرعونهم وإذا كانوا يلاحظونهم وإذا كانوا يصاحبونهم إلى المدرسة وإلى المسجد. كما نصاحبهم إلى المدرسة كذلك نصاحبهم إلى المسجد.
هنا كثير من الناس يقول لك هي وصلت الامتحانات وراه عنده ليكور حبس القرآن، وهذا عكس ذلك. العكس من ذلك أننا لابد أن نحرص على كتاب الله. العكس من ذلك أننا نرافقهم إلى المسجد ونحرص على تربيتهم، كما نحرص على تربيتهم نحرص على تعليمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما الأجر والمثوبة يرجع إلى الوالدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى ونحن في هذه الأيام المباركة، أيام العشر المباركة، أيام العتق من النار، نسأل سبحانه وتعالى أن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا من الخيرة التي قالها عنها نبيه صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الشكر موصول كذلك لمعلمي ومعلمة القرآن الكريم، والشكر كذلك موصول لإخواني وزملائي الأئمة في المساجد، وكذلك موصول للمعلمين والمعلمات في المدارس الابتدائية وفي المتوسطات. شاكر لكم جميعا، كما أجدد شكري بلدية عنطايا على هذه الالتفات الطيبة. نسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود الجميع، ونسأل سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود كل من ساهم ولو بالإشارة في إنجاح هذا الحفل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذ أحمد وهاب. قلنا كلمة خفيفة معلش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي وجيراني وجحودي. الله يجزيكم كل خير على كل حال. أستاذنا أحمد قدور المفتش المقاطعة يعني قد أجاد وأفاد وتشعب ولخص، ربي يجزيه كل خير. الشيء اللي يقولوا يعني بصورة مختصرة كما قال الرسول عليه السلام: إن الله يرفع بهذا القرآن كملوها أقواما ويضع به آخرين. من أراد الرفعة فعليه بالقرآن. وأستاذنا وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لتحفظه كلكم خيركم من تعلم وعلم. إن شاء الله كما راكم تعلموا زيدوا تعلموا إن شاء الله. وشي اللفتة اللي نقولوها يا الأبناء الصغار، احنا رانا في مدينة عنطايا، المدينة الساحلية الجميلة اللي جعلها الاستعمار غرس فيها الكنيسة في وسط المدينة. علاه؟ علاه؟ لأنه مدينة مركزية حبي مسحة بمعنى يجعلها مسيحية. أفلح فيها ولا ما أفلحش؟ لم يفلح. وإحنا الحمد لله وعندنا درك المسجد العظم نتاعنا اللي هو اسمه مسجد المحمدية. واش كان هذاك المكان؟ كان كنيسة. والله فيه جري نحى المسجد ودار الكنيسة، وإحنا نحينا الكنيسة ودرنا المسجد. إذن بصورة مختصرة نقول لكم يا أبناء، حتى باش ما نطولش عليكم، والشيخ قد يعني أجاد وأفاد. كان واحد المقولة أنا دائما نقولها تعجبني، يقول هذه يقولها يعني: الأولاد والأولياء أفضل ما يتلى وما يقال، وخير ما ينفق فيه المال. قراءة القرآن عند الناس كذا روى أئمة القياس، ليس يرى على الأرض كمثله، 70,000 يشفع من أهله، ولا يحسب ولا يسأل. أهل الرواية جميعا قالوا: يا من يريد القربة من مولاه فليقرأ القرآن لا ينساه. عودوها معايا: يا من يريد القربة من مولاه فليقرأ القرآن. اللهم علمنا منهما جهلنا وذكرنا منهما نسينا، وبارك الله في من حضر وحضر وحضر. والتحية للجميع على كل حال، وربي يبارك فيكم إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله. قبل أن نشرع في الدعاء، كاين واحد الكلمة إحنا نقولوها، يجي الإنسان يتسابق وش يقولون: تحفظ القرآن، ها؟ لكن هي العكس، القرآن هو الذي يحفظنا، الذي يحفظ القرآن، القرآن هو الذي يحفظه. فاهمين؟ لمن أراد أن يحفظ الله سبحانه وتعالى فليقرأ وليحفظ كتابه. إذا قرأت القرآن ربي يحفظك القرآن الكريم، عشان ربي يحفظنا جميعا. الصلاة والسلام على رسول الله. نشكر بلدية عنطايا تنظيم هذه المسابقة لحفظ القرآن الكريم، وهي لفتة طيبة لخلق جو التنافس على كتاب الله عز وجل، وهذا أعظم لا يتنافس عليه المرء
أن يتنافس على كتاب الله. فلأقول كل أبنائنا وبناتنا المتسابقين فإنكم كلكم ناجحون، كلكم ناجحون لأنكم تتسابقون على أعظم كتاب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. فندعو الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس المبارك وفي هذا اليوم العظيم من أيام العشر الأواخر من رمضان أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم نسألك في هذا المجلس المبارك أن تبارك في كل أعضاء هذه البلدية فيما يقدمونه لخدمة المجتمع وخدمة القرآن. اللهم بارك في جهودهم، اللهم بارك في جهودهم واجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك في الوالدين، الوالدين أن يبارك الله في خطواتهم وأن يبارك الله عز وجل في سعيهم وأن يعينهم على تربية أبنائهم وأن يعينهم على تعليم أبنائهم. أسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا المجلس المبارك وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان بالعتق من النيران. أسأل الله عز وجل أن يختم لنا شهر رمضان إلا وأن نكون من المغفورين عنده بإذنه سبحانه وتعالى. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. ربي عدو أهدو ولا ما عدو؟ عدو أهل ولا عدو ولاد ولا ما عدو؟ قل هو الله أحد. عنده أهلون. شكون هم أهلو؟ أنتم أهل الله وخاصتكم. ها؟ شو ترى الرفعة يا رب؟ واحد ما يدي هذا المكان هذه. ما يديها لرئيس ولا أي كان. بس يديها شكون؟ حافظ كتاب الله. أنتم أهل الله عز وجل وخاصتكم. كلهم كنا جميعا من أهل الله وخاصتكم. النور لينوب عن رئيس بلدية عين طاهية ولو في كلمة خفيفة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادين ببدء نشكر اللجنة الممثلة عن وزارة الشؤون الدينية بارك الله فيكم، نشكر الطلبة والطالبات، نشكر الأولياء، إن شاء الله نتلاقوا في مناسبات أخرى بارك الله فيكم. سبحان الله. إلى الأمر الحاسم، وسيعلن رئيس اللجنة هنا بدوري أشكر مديرية شؤون دينية على قبولها التنسيق مع بلديتنا من أجل إنجاح هذه المبادرة. والآن أحيل الكلمة للإعلان عن النتائج. أعطونا شوية هدوء، تسمعوا أصواتكم، تسمعوا الرتب. ها؟ شوفوا هي الرتب. ما هيش مرتبة على حسب القائمة. لأنه في تفاوت في الحفظ وتفاوت في حسن الصوت وتفاوت حتى باش المسابقة المقبلة تكونوا محضرين نفوسكم. حنا كي نقولوا كي نتكلموا عن القرآن الكريم، نتكلموا عن القرآن الكريم دائما نتخيلوا أن اللي راح يقرأ ولا يصلي دائما يكون عنده لباس مميز. أنا ولذلك هذه الخطرة هذه ما قلناكمش عليها، بس على ممكن المسابقات المقبلة لازم الإنسان يجي لابس الهندام، اللبسة اللي تليق بمقام القرآن. ها؟ كاين علامة، كاين نقطة تدوها على الهندام. ماذا أريدي هذا؟ ودي النقطة العلامة كاملة. ثياب القميص والطاقية تاعو يدي العلامة كاملة. بس على يجي حاصل الراس راح يدي نص العلامة. هذه لازم تنتبهوا لها.
أيوة. حتى بناتي كيف كاين لباس طويل كاين ها، ولذلك القرآن ما يقبلش هذيك الأمور. إذا كنا أنا أتكلم نادي بالأسماء وكل واحد يشفع الرتبة نتاعو، مانيش راح نبدا من الأول لأن قلبه في الصباحي ما راحش نوصلوا ليها. عندنا ميلودي آدم، هذه فئة حفظ سورة الرحمن. يوقف هذا ميلودي. هم هذه باش تشبع على الرتب تاعكم كما نهار تاع الجوائز ان شاء الله باش تعرفوها. عندنا ميلودي ادم الرتبه 31، الساحلي محمد ياسر الرتبه 21، دلالي يونس مرتبه 27، متاجر امينه الرتبه 14، محروق الاء صار الرتبه 18، دايد الاء خديجه الرتبه 26، ابو عمرو ايوب الرتبه 3، فيفورة محمد انس المرتبه الاولى، فيفورة محمد انس الثاني مرة الثاني الثاني الثالث مرة الثالث أروى هذا الثاني الثاني سيدون عبد الباقي المرتبة الخامسة القطعة ياسرين المرتبة 12 القطعة أكرم أيمن علاق مريم المرتبة 7 مكيري طارق المرتبة 23 رحيم سيرين المرتبة 17 خراز فاروق المرتبة 13 طويلة بنجم الدين المرتبة 15 خبوش أيمن المرتبة 10 سلامي ندى المرتبة 11 بوغرين لينا بقري لينا المرتبة 17 كاين زوج المرتبة 1 تيهال عبد الرحمن المرتبة 20 رحوي تسنيم المرتبة 30 عيدي إدريس المرتبة 28 لا قبل عيد إدريس مرتبة 16 عفوا بالعيد أسيم مرتبة 28 إدريس مبق مرتبة 32 عبدي صونيا مرتبة 29 مداني إسماء نور المرتبة 4 بشير ياسر المرتبة 9 طيب شاكير المرتبة 19 باشا أمين المرتبة 33 بالي هبة المرتبة 8 هذه هي كل رتب لمن حضر الآخرين أظن غايبين هذه تاع فئة مسلم أروان حلوه أروان حلوه أروان حلوه أروان الخامسة في سورة الرحمن يا أخي تكلمت كنت غافل عندي وين كنت؟ المرتبة الخامسة شو اسمك؟ يدوش القائمة كل واحد يشفع الرتبة نتاعو ولادي شوية هدوء باش نسمعوا الأسماء واش شوية طبعا شوفوا الأول والثاني والثالث الأول جبروني نتاج فرح مرتبة الأولى مرتبة الأولى وين رايح؟ تفضلي جبروني روحي يا عمي يا عمي
المرتبة الثانية بن عمروش ندى حياة. المرتبة الثالثة شنا سيريلين. المرتبة الرابعة بغداد عبد الرحمن. والخامس المرتبة الخامسة قوي حذيفة. إذن بقى نكملوا القائمة. أغسل عندي. المرتبة السادسة عطوي هبة هبة الرحمن. السابعة هديب الأمانة. المرتبة الثامنة هديب الدعاء. المرتبة التاسعة هديب الصار. هديب الجواب مع بعضها. المرتبة العاشرة شو رزان لندريمع. لندريمي عاشرة. المرتبة الحادية عشر عبد الرحمن رابية. المرتبة الثانية عشر طيباوي زكريا. المرتبة الثالثة عشر ما شاء الله ما شاء الله كاين زوج في المرتبة واحدة حميرون حميرون هنا ها؟ مرتبة 13 بالليل عبد الرحمن. 14 ساحلي أيوب. المرتبة 15 الجاوي ليتاج. 14 كاين زوج كيف وقداد محمد أنس الجاوي. قلنا 14 15 هاني رقم 6 قعد متاع لا خلاص 6 زيد وشو من الهدى.